يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ذي النعم دي نعم في عباد نس ذي مجدر العبد سيدي يحسن إنسان دي قرن بويس سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن ديوث النعمة يوم دفكوز مربنا هذا سيدي يحسن زرت أي مثل أنا سنقيا بزدخل من النعم من سيد ربي سكوين إلا نزدخل إلا نزدخل الخليقة إلا ذوين يغدي الزين ذوين سوالي ذوين يتنعم ذي الدنيا. ولكن أهترى من الرئيس تجميلتي ولكن ما يغدي خدمنا الشيء أهترى نحمد سيد ربي نشكره أهترى نخدم أين الهان سويدي يغدي فيك كريم ذوين إقلاق أبث نوين ذي نعم يجيف كسيد ربي من عباديش زوين ديوفران أي مثلا لكن دي قال وش بيحل النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ الصحة النعمة الصحة أتات خضر ويس أي من عين خضر الخير خضر يخاف ديك استنفع عن المؤمنين شوية سنعمة يجيف ديف كسيد ربي ذي الفراغ الوقت ما كان قبل الطون ليبر مريلين سعد كيك شوطة فكيف دوني شوية الوقت باش تستعفوا هل ترى الطوني بالريس خلط بقويني هل دي سنفع أزكى مش السليم أطف دي خافيني إن سستنفع عن المؤمنين إن سستيسن هل ديوين إي صياح ذي قاعة ذي مسافة إسن هل ديوين إي نهان أمام إيش أمام الغرني كان مثلا سناف النعمة ثقيم أنا الصحة ما بعد الفرق فجويز دي إلعب أثي استغل وأثي فرص سلعمال الخير استاع أقبل أثفت من الناد دائما وأبدا باللي النعمة إذا نعم سيدة ربما في عرض دي شو قرارات شفاك في الناس إما أتج النعمة وإما أذا سيج سناف أجويز ما لا يرون العبد دي شو الصحة للعب إما أذي هذيك أتجن نعملي وإما أذي بغور ذي عمارة الطفل وسال أتجن نعملي وإما أذي مثل أتجن نعملي والوقف الوقف ما ليس على هذا الوقف الفرق إزمان ديسيوني وقتي غريلي مشغول سرور الدنيا سمع الشيس سلهم من الدنيا ويسحر الوقف إذا ألي فرص سنف النعمة ثقيم أين ألز ديوين أين إلهان أي مثل ولكن ما لقينا من العبد يسعى سنة النعمة ذا يوم ولكن أثي فرصة لنا دقوين العالم أثي استغل لنا ما دقوين الازديز كذين دقوين الهان أما ذا الدولة ليس على ذي خافيس إلا قعدنا عقل بليم ذا مغفور وليم إزنز النعمة سيدة ربين سومي قرخصن يسعى الوقت يسعى ذي قهاوين يسعى ذي قصر وسعى الفايدة يتسوي بوغروان يهدر الغيبة فينك شنو وين يفغن وين يغل وين يزنزل وين 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 يروح وين يوسف انشتكي ذاين ذاين لبعيد عن جربي جنو من نساء لي يقبل اينو لي هرا والصحة العبد ما لاتي ساعدين لبعيد عن جربي جنو من ذا الكسول وتي يسخر مالك وين هذا يقول الفايدة ما هي من نساء ما هي غير نس ولا لي أسالي يسخر مي خافيس وقيم إيه قد نعقيب اليوم ذا مغفون ذاليس زاد كان وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم شدينا من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ سنة النعمة ذي مغفان وتصل غشيم الصحة أقضي الفراغ الوقت من الفراغ نار الطون ليبر قذر كريت مثلا إن في محمد صلى الله عليه وسلم أمي أغدي تحثوا باش أنخميني الهانة كنزكا ونسى الحشمة الزات ربيهم لكن هذه الزوخي السنغل في محمد صلى الله عليه وسلم الزات سيد ربي سبحانه وتعالى يقرد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إنه ذي كثير ناس بقام فتح الباري إنه سنة النعمة ذاكي ذيوث الحالة
إذ دي وفر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إلى أفديس أي نزديون المنفعة مرة أقوى أما إنسان أما إلى عباد ذي الجهة نسحاس أما ذي الجهة للوقيس يقرب الجوهري رحمه الله إلى دهون سخر لا نسلات النعمة ذاكي ونسحام أقوى ذي الوقت إلى الفرق ويني قيقن إن ذي الصح ذا مغون وقيم أما كنت يقرب وشيء المهم صلى الله عليه وسلم أي غطر الزنز النعمة ذاكي سسو لقرخصن سبحان الله خزر كذي قال كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس طاقة بغشيم ذي مغبن ذي سنة النعمة ذاكي أي مثلا الدروس يتوفقا بشر خمن أين الهام سنة النعمة ذاكي سبحان الله في كسبة بسحام تروح قرنا كما من بوثي وسا بلا الفايدة ويسعنا الوقت من الفرق وتستغل هذا بوين غريلا النفع يشد النفع بوث مثلا شنسيما كيف مثلا قرد جريج رحمه الله إلا دا عطار كان في وثيقة هو إلا دا في غد كرام الغاشم إلا دا نغاس دا شو يتخدم مكا إلا دا إنني فريغنا يعني فريغنا من العمل نفوق الخدمة أتسكسر دي قهوة إني سبحان الله إني السيد ربي غادي قال فإذا فرغت فانصب نغي ندفع إذا فرغت في العب ما تسعد الوقت الفرغ إني خل الديني ودينا للعبد العب سبحان الله ابن الجوزي رحمه الله إني خذت كيف مثلا إني إجمال دي للعبد إسعى السحام إسعى السحام دي المسيس في يوم الام إني ولكن أسعى الوقت الفرغ أوكيبي دائما أوكيبي دائما مشغول سرور الدنيا سرور معيشي سرور دائما مشغول إند وإزمان ذي إلى العبد النظام إساء الوقت للفارع وإلا مشغول كل شيء وجه الغابوس إذا خصوها إند ولكن الجهيدة لهم إساء الصحة إذا كان العبر يكتسلين الجهة يكتسلين الجهة ولكن ما نقول لهم نجمع عند مجمع دي سنة ثلاث صحة أمد الفرغ اليوم يعلم إنه ولكن يفشي ذفنيا إنه وقت الصح ذا مغفور سبحان الله خطر الدنيا مش أنا ما كنت سخمي ولكن هربوا الربع ما كان الدين نغل العبادة نغل الإسلام وخدمها الدنيا لا محسوب أصلا هي كانت تصمني ذلخافيس لا ما قلت مثل مشينا نشتريه دوني ذي المزرعة لخف ذي هي لخف الزرعة دي دوني أتشمقر دي خف ما لك الزرعة دي دوني أدمدر دي خف ولكن ما لك نوع الزرعة على غشاء المدر ما تجضي هريك يريث واشتار ما لك نقار لك نعم الزرعة دارا ونسان باش وتنغش دارا ونستخدم باشنا دقون في دوان صارت تصور من غير فرانسيس أسنا ذو حد مقر غير ذنا دي مقر تنزين داشي الزرعة باش دي مقر سبحان الله كيف مثلا ما يخدم العبد الدني خدم الدني ولكن ليش يصرف يا خرف أدي يخدم السياح أدي ينفع مانيش أدي ينفع الوجنيش الخامس أدي ينفع الغرنيش الجيرانيش الودينيش العبادي السن عبادي السن هذا العبد ذاك ينفع أدي يكسب مانيش أدي يفكر غير نظر يخدمي ويا يخدم باش أدي يربح الجامع الناس مالك وحدي كان أنا ربح غير شوية يقدر أدي يربح الجامع وكينا نخدم يا خرف كلمة خطر أينك خدم مرة ما كوا يخدمي تفوذ مرة ربي في الخدم يقال سيد ربي قويس وبالتالي فيما أتاك الله الدهر الآخرة أينك تفكر سخمي إيا قاطن الكامية مثلا وإن مضحس بلد دوني ذيك خدم ذي آخر فيس يخدم نفيس يصديق يتعاواني وين يفهم يغلي ما فيها الفذ وين يفهم دي المشكلة استيكس وين يفهم تعقرة كلام كلام وين من الشغل من الدنيا ذو العسلي يخدم ذو كينا ايك حميش إذا ربي خدم لي خافز إنه هو يزنزن إذا قصد للأخوان عليه السلام من مستران إنه ما تزنز الدنيا ذيك سيا خافة أتر بحدي سنة ولكن ما تزنز الدنيا الدنيا أتخسر بسنة سبحان الله كما يذهب إذن وين يسخر من الوقت من الفرغ من الطول اللي برنس يسخر به إلى عبادة للدين المعاونة من وين وين أكو بصرحان أما دي ما نشبه بغرز
ونسخل من الفرد نسحنش للطعن سيد ربي وقينين يذبح يفاث ماذا قلنا ذوينيك سخل من الفرغ نسخل نسحنش المعصية سيد ربي وقينين ذا مغفور سبحان الله كيف مثلا خطر شنيا أخطر الفرغ إلى أن أقيم لي الفرغ للطني برني سابك لي أوكي تسخي مالا دائما إلى قد ساقل يقوى سليفك أدي يسي الوقت يقاتل مش غير أتسعوا ولا الوقت شبروا لي مكي وعبوضي سبحان الله أكام والصحة إذن الذي يسير للوقت إذن الذي يسير يهي وإذن الذي الطف ثمغان الطف ثمغان والصحة ينسر سرح سبحان الله إذن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى بالغشي كثير من الناس ذي مغفن دويدي القرد سيد ربي سبحانه وتعالى إذن وقليل من عبادي الشكور القليل يحمد القليل يشكر خطر تقويه بيتين إنسانك الصحة إنسان الفرق وتسخر من الرام تقوين العين إذا دي مغفان ويقول حمد الله رسي ربنا ومشكر لنا ولكن وإذا كنين شو ما تريد يقول لك كنين اسخر من تقوين يكتب سيد ربنا إذا ويقول حمد الله سيد ربنا ويقول ماذا شكر وإذا كيف الدقاء وقليل من عباده الشكور الله أكبر أكيد مثلا إياق أن أعطيب لما أن إيه مثلاً دي العصر اللي نتعيش أنصر الجيع ذي السحنة أنصر الجيع ذي الوخ الفرعنة نسخدمي في الوين وليها لهم يعقل يقنع فيك سخدم ذي العرب ذي هذو وين وسعر المعنى ذي المجالس ولا ذي المجالس للذكر المجالس للغيبة ذي النميمة ذوين ذوين يقو في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلاً وذا فيش ولا تسخدم ذي المعاصي سيد ربي ولا قرر ربي يندم أدي مكتين كل دقيقة من ساعتها دي تودا في ناس يشوفوا تسعة دلالة قفري ضربية نشوفوا هدارة رين الهام ويسبح لهم ويذكر لهم ويزول لهم ويصدق لهم ويزي لهم أدي يخدم أدي يخدم يا خاطي نس ندمع قولي فافيس كيف مثلا دي قصد ربي ذلك يوم التغابن أدي فانا مغفون من الصحة هذا دي فانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعتد في يوم القصكة يوهى غروس إنيس ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهم هذا في عمله خير له من بقية دنياهم إنيس ركعات إنما تصغوين مكنين تحقرون تتصغوين بيسد لو كان تزقد وكنا تيافة تيانوه العمل نس أو نفكوك الدنيا ثم ركوذ بقية الدنيا كم لذا ونزفك الله ولكن دلد يوز ماذا ركعات يموت خلاص داري فكر ويسانيس يكشف الوخام الخلاص أخام الخدمة فوق ريس دين يفاضيس إذا كتير قوي إن أخام الخدمة أتعس لما ليكو ولا تصور غير أخام الخلاص سبحان الله خطر أي مثل أما ذي مؤمنين أما ذي العصاة ذي الكفار ذي المشركين أذن دم من مرة يوم القيامة أذن دم ولكن وش هو إذا ندم من أن دم المؤمنين دون دم الكفار ذي المشركين يقول في فانو فريضة ماشي كيف كيف عندما ندم المؤمنين دمكتين من كل دقيقة يساعد هذه الدنيا شو يتسوقع كل ساعة يساعد هذه الدنيا فرق بريد سيد ربي ما شو يتسوقع دمكتين خطر من كل يوم درجة ينس ولكل درجات مما عمل كل يوم درجة ينس على حسب العمل سر أريد إلى قناة أمريكا إذن كل يوم كل دقيقة من كل ساعة يساعد هذه الدنيا فرق بريد سيد ربي ذي النار يسألي أسين دم وكان ذا الدم يندمن أندمني مؤمنين ولكن ندمان دمن الكفار ندمن شي مشاهدة لا إله إلا محمد رسول الله شو مثل أن الأبريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أخطر ويقين خالدين مخلدين في النار أما الكفار أما المشركين ذخين جهن من موت شفر الله إذن ندمن ندمن سبحان الخالق ولكن الإنسان المؤمن الذي يندم في شوط الوقت اللي ينسي يجاكني فرق يعاشي فرق فريد سيد ربي إيش عدد اللي يدوني سبحان الله هذا دقيقة يهدي الكراسي يا ربي سبحانه وتعالى الذي يندم في قصة يوم القيامة أي مثل نسمع قائد ذي الكثران ذي الوقت اللي نصد قرر في ملا الفايدة نصد قرر أما ذي السحالنا أما ذي الفرقنا أنصر جاء ذي سنة النعمة ذاك ينغذي في كسر ربي سبحانه وتعالى طالب كل شيء مغفان الله إيا قد نعقيك الغبن ما يلي لعبد مغفون ماشي دي الوقت جيه اللي ذكر السحيني هذا ما اخت الدم مغفون الله
أدم خدمة مغول ذي الوقت نيا الجلو فاروح بكرة صغار الدنيا ثقيل ذي سكرات الماء ما يتسلي الطار نفسنيا تيم قياسين نفس كاري دي قرات دي القرى ذي نما ذي ندم ذريس سبحان الله وذي ندم يوم القيامة أذي قال يحصر في لي ذا شي خدمة سبحان الله إما ذي السين ذا شي ما قال ثم وفند أي مثل دليل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قال جواليس حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ما ديود مثنين الباديس أسيني أسيني يعلمني أني ما سيد ربنا الدنيا أذو غير أخذ ما إنكني أخذ مغارا أبويد العين سبحان الله أذي مني ماذا جواري قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت إن جو خدم أرقوين لهنا ذا الخدمة سيد رب سيني لا يوحي قد كان على عمله إذا شيء يترجون يقرد سيد رب من الخالق سبحانه وتعالى القويس وأنفقوا مما رزقناكم من قبل إن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إن صدقت خذكث خمث الخير أغفر لكم يوم الموت إن السنة أدين قيولة سينة الرئيما سيدة ربي الصدقة أدخل مع الخير ولكن سيدة ربي سيني فذكي حي ذين سبحان الله ذين فذكي حي سيد ربنا قوته خيرا الأجل من بعد اسم ذلك الذي يقول إلى قدر أخيك إذن ألي فرص العبد سنث النعمة ذلك فرصة للصحة فرصة للوقت أتفرص غير القرآن الكريم الظالم النوافل صدق أمر سويني الهان نهو غفر من القرآن أخذ من الإحسان أخذ من الخير أما الوالديني أما الجلالي أما الولوي أما إلى عباد إلى عباد أما السلطان أمرت أن تسلطان فرص تغنيت مدام في الله أقولك أما الصحة أما ذلك بذل الوقت للفرع خطر الدنيا تتنغياء كي يجيب تسكت سواه قناع فيها كام وكانت جاهلة كان كارك فقيم أبنى دمى تسال بضوضان كان كقيم لا دوير هاتس الدنيا كي يحو إلى قناع فيها كيجيب إنسان السحام يغلي هيه أذي يغل دمغار أذي يغل يسحب الكلام أذي للعب يجهد خزر أذي يغل خزر أذي يغل أذي الحس تاع كويس في الصلاة على الحفر عن زبال وارو ديالو إلى قناع فيه كليم أذي لي يسحى أذي لي يهي أذي لي يسحى يغل يهي أذي للعب يسعى الفرامة ولكن أذي يسيو لي وقت أذي يغل مشغول ويسعى للوقت أذي يزرع لويس إلى قناع فيه سبحان الله لأن العباد يسعون على الفرامة ثناء الشقام البعيد عن جربين الجرمونين وين تخدمين بلا أحداث يسعى للفراغ ناس إيون دخل الشانتين هكا عدد هذا كي يفلس وفي هذه السينما في الناس ناس دائما للخدمة من الخدمة إن دو طون سي دو لور لو طون سي دو لور محسوب الوقت ذي الدهب ولكن هل طارت الزمر؟ الزمر يخدمها للدينيس لا الوقت يكاكو يروح الدهني مرة لا تقضى كفض القرط مرة أبخلاص ويسد الوقت يموث داخل الشانطينيس الشانطينيس كمينة لسات نسيروح الخدمة الأرون كان لدي تراجعوا لكن أندينا للتنصي دولار الوقت الدهب ماذا قلنا الفرص اللي عاد إلى خارج قطع الدنيا تكلم ليسي نعم ليسي ولكن لا خافيك وش وقت يخدم كما يتمثل إذا ما لي كان العبد وسال الوقت الفارة يعتبر العبد الشقي البعيد عن جرب يجي يومين ويزرنا ويزرنا وش من دي فكار بين الخدمة شيء يسوق الوقت يسمعنا ويزرنا المهمة يجدي الدنيا شيء ربنا تفكر من البشر اللي تعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الخدمة دي عايز تشريف أدحلر أغرب كثير دينك يحميد شيء ربي فيش
هذه يد أكلت لقمة عيشها من عرق جبينها. هذه يد لا تمسه النار. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي الإسلام يكره يدخل النار، لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يريد أن يدخل مثل إنس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فوز يتشال أغرمس دي فيه إنس إنس إذا فوز وتستلف مس وإذا فوز أخدام أخدام إجريت وكاي يويد دي جاء للمسجد إنس أوش يحصل لله صلى الله عليه وسلم صلي رفن في عزيز صلى الله عليه وسلم كما مثلا. ولكن ماشي ديال الخدمه اللي كانت اللي حس بالعبادات الصدور تصل لينك لان يقولوا دابا وصلت شويه لا لا الا انا عندي ديك الشيء من فراش غير راه ساعتين يتشفى يسعس من شويه اخرى ما ديك الشيء ديال دي فراوس تصمر اخرى ويطش في زوج ما ديك كان اللي فاض اللي جمع زيد دوكير مره وهنا زرار مقرن وتسيمه انت وتسيمه يخدم يلا دابا كان هادشي دابا ما تشوف داي ادرو حبابيس هاد يسيو لي وقت هاد يروح ادرو كلشي اللي بيجال فيه كلشي اللي بيخسر وكلشي اللي تحاسب في الناس سنه المصاري اين الا المره اللي بيجال فيه ومره غادي تحاسب في الناس زاد ربي كما يتمثل اذا ما كاين ضرب بين الصحه اخذ الفراغ عقلي في كي يكيد الفرصه اللي تاخذ من الديني فاش حيت الزمر الزمر تدخل ضي العين الزمر تدخل ضي العين وفي كيف بالفراغ في كيف ديال الوقت اللي راه تدخل منه ذيقرك ذي ليس عيقت ليه اذا العبد اللي قال يستهزي ذي سلف النعمه ثانيه اللي تكسي لربي الخالق سبحانه وتعالى شخص كما يتمثل. اذا اي مثل العبد الى قهر اللي يسمح السوين اللي قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم النعمة ما في سيدي في سيدي ربي انا قد استفرصت قد استفرصت هي خفيه كي يقال الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسه قبل خمس فرصت خمسه وقبل ضغط خمسه ذي سنه ثانيه سنه سنه تقفل الهدره كانت الداخل يقال اغتنم صحتك قبل سقرك واغتنم فراغك قبل شغلك فرصحك وقبل الهلاك نو قبل ثمغار حتى ثمغار هي هي لكن هي ثمغار وين سخان وفارس الفراغ اللي اقبل اكيد هو الشغل اسير المشغول يقلع عقلي كاين التغيير مثلا انسان وين يحمد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما في النعمة لازم يدي في كاس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وتعالى تحمد سيدي ربي سيليه يقال واما بنعمة ربك فحدث اهدر في النعمة سيد ربي كي كان اهدر في الناس اتحمد سيد ربي شوية انسان يدي في كان الفرصة اللي ستخرج الدينية اما ذو القدرة الفرصة اللي ستخرج الدينية اما ذو الوقت اللي سعى كيف تبقى ستخرج الدينية اذا ذي يحميك سيد ربي الى قد تحميه الى اثر التجميل وخلاق سبحانه وتعالى واتحمد سيد ربي ما تشكر سيد جوارحي اتخرج اين الى الصياح أين ندي حياي؟ أين حب سيدي ربي؟ أين فريا روس سيدي ربي؟ أين فرد حليب لرجل من حسنات الروس؟ كما يتمثل يقال سيدي ربي وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولنا عابدين يزول فعل الخيرات الفعل الخير مرة أكو يوم الدنيا هذا تدخل منه شوية أرد يوين سنفع أما فلك أما سنفع يوث مثلك وثمثلك نسمى يقال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون كما يتمثل المانينس اي المثل وكين يقف كيس دار بالصحة الى عبد النعمة الى قرب الى قتل فارس باش يخدم الخير ديكس الى العبد يمد في كراسي دار بالصحة ها ولكن يعد ذلك الى قد يعقب لي مفك دار بالصحة سيد ربي مجد في كراسي دار بالصحة سيد ربي وسيد ربي سعر رحمنا في العباد اسمرا مش انا فكر العباد العباد من الخاطر في كي قال ابتلاءات هذه زر سيدي ربي العباد ماذا يقول لي الشبان غايا كيف مثلا ولكن الانسان يسعى على الصحه اذا فكر سيدي ربي الصحه ان يحمد سيدي ربي ما في شكر واش ينام في الشيكه سيدي ربي قويه تقول لي سبحان خاطر ذا الرحمن الرحيم تحمل ضيا سيدي ربي يقرا بعض السلف يعني دي التقوى الايمانيك ساكن
الناس ما غسي بردوني الناس وقال يسكشن بغا داخل الجهنم أبعد دغض الناس داخل الجهنم غسي بردوني وقال يسكشن لك حميوث 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 تخرج على رغم رحبة حميوث غسي بردوني ولكن ولي حمي سيد ربي ديس الشمال الجهنم لا إله إلا الله محمد رسول الله أجل المعنى ذي دبيم ذي دبيم العالم جم ف ف ف لا سيع فربي إذا كيف مثل إن شو كان يتجاوز دخل تمسى بعد باب اللي حمي نحب نحب وخلنا سبحانه وتعالى كيف مثل إذا ملك الإنسان ويسعى الصحة يعني يبتدي سيد ربي سكرا إلى قد يحمل سيد ربي أثي شكر وذي يحتس بلشتك بلد سيد ربي بلي حمي ذو سبحانه وتعالى وذي الميزان الأجر من حسنة لي مرة كريس سبا كلام يكتف ذي سيد ربي ويقول لك لا الخطر إيس ذي خطر الدنيا ويقرأ لتشاك أتشاك فينك سحانة أتشاك فينا سحانة وين سحانة ذي روح وين هي كنا ذي روح الدنيا أتخسر مرة عبادة الدنيا كامل ولكن أود وين الخسارة لا خافينس والآخرة خير وأبقى يقنع بيك إنسان مسعى يسكر إن الشك يزدخل بويس خفايا دم الدرافطو اللي كنا 20 سنة إلا نقضي دم الدرافطو اللي كنا قوسة جينا خزريت أشوية ما ذلك لنا أخذ الدنيا نغا تصدو مرة ما غا تمزي نغا تصدو نغا غلا خافي غا تصدو يقنع بيك إذن إنسان النعمة نسيقى ربي الخالق سبحانه وتعالى غافي عزيز ويف كيس دي النعمة يجين ويف كيس دي النعمة يجين ويف كيس دي النعمة يجين ذن تسام إكزران سيد ربنا يغدخيك سبحانه وتعالى سمحيك ما ينسى البالغة يدي توزيع دي النعمة ينصر في العباد يقنع ولكن دائما الإنسان أنا أذي أحمد سيد ربنا في جميع النعم نحمد سيد ربنا في الإسلام في الإيمان إحمد يا رسا إغدير إغدي جايين دين سيمن لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أكبر وأعظم النعمة نعمة الإسلام فكي تصدر بالنعمة اللاقي ما الخزر ذي عودة أنت عقيرا ونزل رمسكين ثمسين من دونيه مرة أكل أسحم بصيد ربنا تشكر في النعمة للعقل يجد يفكر نعمة من الحكمة بيفهمها السجين نعمة الحكمة اللي يفهمها سجد يفرر أي مثلا أنا عقيب اللي هو المتفكر بحميتي قرب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلى أول الألباب ماشي اسعى من دن المرة الحكمة مثلا غص أما غران أمور غرين لا من سيد ربي ولمك يحميه من كتاك الحكمة القراية في الله العلم لا ولكن الحكمة حاشا ربي ولمتي دي فيها حتى العلم تسوي انت دي لكل ولكن الحكمة صغر سيد ربي مدينة يؤتي الحكمة من يشاء صغر سيد ربي تاك ماشي ماشي نسين الناس دوال العلم منين العلم منين اكي سكن سيد ربي سيد ربي دي الجهة اكدي فيك الحكمة وما يدوكي العلم كل الحكمة ادي فقد عقل وجميع المهلكة النعمة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى النعمة الامن اي مثل رجع ربي من الامنين مريني من العبد يتهنى الجماني يتهنى ذي وشوتيني يتهنى ذي الخدمة يتهنى تقول ذا الرحمن تقول من أعظم النعمة مثلا النعمة للعيش ذا الرزق مثلا لا يقول يعقيب اليمن أويني تشان تبقيت لا نويد من شان ونسينا ركوة المكلة ذا شوز كيف مثلا ويقولش أني وانا فوي على الدرم الوقت اللاز ولكن اسمعنا ما كنت يشوف صيد ربيع ذي راز غثوات إلى قص أثر تجميل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلا يفتح فلاك سيد ربي الخير إلى قد حمد سيد ربي الشكر والنعمة من الصحة للعافية الإنسان إلى قص يحمد سيد ربي سبحانه وتعالى واتي فارس قويلك حمي سيد ربي وين دي سند النفع إيمان إيش دي سند النفع إلى غير الناس والنعمة للفراغ أثي سخدم أقبية ذي فث ينفع أديس إي في منش أديف الغر أديس الغر نس المؤمنين جميعا نعمة الصحة والفراغ الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع يا ربي وذاك الحمد لله ربي شكرت في جميع النعم يزنديفك رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.